بسم الله الرحمن الرحيم. نبلش بالموضوع الخامس من مادة اللي هي الـ AI Programming. وفي هاي المجموعة من السلايدات راح نغطي اللي هي الـ Collections في بايثون، اللي هي الـ Lists، الـ Tuples، والـ Sets، والـ Dictionaries. ملاحظة بالبداية، بجوز انتو اخدتوا لغة البرمجة C++، واخدتوا اللي هي الكولكشن، واحدة من الكولكشنز اللي هي الاريز في البايثون. وهاي شغلة ضروري نعرفها بالبداية، في البايثون ما في اري، لكن في بديل للاري اللي هي lists. وراح نشوف ايش الفرق بين الليستس والتابلز والسيتس. هم شبيهات لبعض لكن في فروقات جوهرية بيناتهم. وطبعا الدكشنيريز، لكن بعدين ان شاء الله راح نشوف انه في موديول خاص بالبايثون ممكن تعمل له امبورتنج زي الماث والراندوم موديول. اسم هذا الموديول اللي هو NumPy، معرف فيه الأريز اللي تعودتوا عليها بلغة C++ واللغات الثانية. أما في هاي السلايدات راح نغطي الليست والتابلز والسيتس والديكشنريز. مر معانا هاي المصطلحات وعملنا عليها عدة أمثلة، لكن المرة هاي راح نغطيها بشكل رسمي، ومفصل إن شاء الله. طيب، بالنسبة للليست، الليست طبعا كيف بنعرف الليست؟ بنستخدم square brackets، عبارة عن collection. شو يعني collection؟ مجموعة من الelements انت بتحطها داخل variable واحد، تمام؟ يعني لو بدنا نعمل list مثلا نسميها my list، يساوي استخدم الأقواس للزوايا هاي، بنحط فيها elements، وهاي elements ممكن تكون أنواع مختلفة، مش شرط كلها تكون نفس الداتا تايب. وهاي الفرق الجوهري بينها وبين الأريز. فممكن تكون heterogeneous، ممكن تكون خليط من عدة data types. فمثلا هون الليست عندنا مكون من مجموعة من العناصر. العنصر الأول انتجر، الثاني فلوت، الثالث بوليان، الرابع string، والخامس عبارة عن another list. فممكن يكون عندنا list داخل list، فممكن نعمل إشي زي هيك: print مثلا my list of 0 1 2 3 4 of 4. فممكن نطبع العنصر الرابع في هاي الليست، اللي هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن another list زي ما انتم شايفين هون. فمن ميزات ولو بدنا نطبع الليست كاملة طبعا، print my list، فممكن يطبع لك الليست كاملة. هون كتب حكينا إنه الليست عبارة عن collection، مجموعة من العناصر. ordered بمعنى انه لاحظوا احنا عرفنا الليست بهاي الطريقة، ولما طبعناها في الجملة هاي طبعت لنا الاري زي ما عرفناها تماما، فبتحافظ على نفس الاوردر الاصلي اللي عرفناها فيه، فهي اوردر. وكمان ممكن بما انها اوردرت فممكن نوصل للعناصر من خلال الاندكس،
يعني إذا بدك العنصر الأول، فالعنصر الأول اللي هو my list of zero of zero، فهي زير بتستخدم اللي هو zero based indexing، فهي ordered. changeable بمعنى إنها immutable مش immutable. immutable عكس immutable. immutable يعني not changeable. mutable معناها changeable، ممكن تعدل عليها. يعني ممكن تعمل إشي زي هيك my list of two star equal two، فبدنا نضرب العنصر الثاني في الليست باثنين، فلو بدنا نطبعها فالعنصر الثاني my list of zero of zero one، العنصر الثاني اللي هو الاندكس إلى واحد، فهون فلاحظوا صار 4.6 كان 2.3 فضربناه باثنين، فهي ميوتابل أو تشينجابل، يعني العناصر اللي داخل الليست ميوتابل. برضو رح نيجي كمان شوي ممكن نضيف على الليست هاي عنصر، يعني ممكن نعمل إشي زي هيك my list dot append، بنضيف عليها عنصر أخير append يعني إلحاق، فرح تيجي بعد آخر عنصر في الليست، فبنضيف boolean value اللي هي false، فلو طبعناها فلاحظوا أضاف العنصر، فهي changeable ممكن تعدل عليها. ممكن إذا بنضيف عنصر بين العنصر الأول والعنصر الثاني نعمل insert، فممكن نعمل إشي زي هيك my list dot insert بالposition الأول، بدنا نضيف مثلا ألي، فهون لاحظوا أضاف عنصر جديد بالposition رقم واحد، بالposition رقم واحد يعني عمل shifting إزاحة لهذول العناصر كلهم جهة اليمين، وأضاف عنصر جديد اللي هو علي، الليست changeable. allows duplicate يعني لو حطينا هون عنصر إضافي اللي هو 2.3، لاحظوا 2.3 already موجود هون، ما في مشكلة، تسمح الليست بالتكرار. يعني كمان شوي راح نشوف إنه بعض الكولكشنز ما بتسمح بالتكرار، هون 2.3 وهون 2.3، مثلا السيتس ما بتسمح بالتكرار، وراح نشوف هذا الكلام لاحقا ان شاء الله. هاي بالنسبه للليست. بالنسبه للتبل، بالنسبه للتبل ونعطي مثال على التبل. بالنسبه للتبل نفس الشيء، ممكن تعرف تابل، والتابل منعرفه مش باستخدام أقواس الزوايا، الأقواس العادية، تمام. برضو ممكن يكون هيتروجينيوس، يعني ممكن تكون محتويات التابل data types مختلفة، حتى ممكن بعض أعضاء أو الـ elements أو الـ members للتابلز، ممكن للتابل ممكن تكون list، ما في مشكلة. فهون عرفنا tuple، لو برضو ordered يعني لو عملنا print my tuple فراح يطبع لنا التابل بنفس الترتيب اللي دخلناه فيه. لاحظوا لو عملنا run، لاحظوا راح يطبع لنا التبل بنفس الاوردر اللي دخلناه فيه، وبرضه بيسمح بالتكرار، هون 2.3 هون 2.3. لكن من ميزات التبل انه unchangeable، يعني ممكن مش ممكن تعدل عليه، يعني
ما مش ممكن تعمل إشي زي هيك. my tuple of zero أو of zero مثلا يساوي 4.77. هذا الكلام ممنوع لأنه التابل is immutable. تمام؟ فهذا الإشي أو الجملة هاي ممنوعة، ومش ممكن نضيف عليه element، مش ممكن نضيف عليه element، لكن ممكن نتحايل عليه تحايل. يعني ممكن نعرف list تساوي list of my tuple. تمام؟ فهيك حولنا التابل ل list. هون ممكن نعدل على list my list of zero بتساوي 4.77، وبعدين مرة ثانية نعرف my tuple بتساوي اللي هي نستخدم التابل function. هاي إذا بتتذكروا مرت معانا الكاستنج، هنا أنا عملت كاستنج، حولت التابل لإيش؟ لليست. ممكن أنت تحول مثلا string لإنتجر زي ما كنا نعمل سابقا. فهون أنا شو اللي عملته؟ حولت التابل باستخدام الليست function لليست. مرة ثانية هون بدي أرجع الماي ليست اللي عدلت في عليها، أرجعها أحولها مرة ثانية ل تابل، وساعتها راح يكون التابل معدل، يعني عدلنا عليه. لكن لازم نعرف شغلة، إنه يعني أنت مش مجبور تعمل هذا الكلام، يعني حدد مسبقا إذا الليست اللي بدك تعرفها بدك تحافظ عليها، ما بدكش تغير عليها خلال البرنامج، عرفها على إنها تابل، وهيك بتكون more secure، تضمن إنه مش ممكن في لحظة من اللحظات بالخطأ تعدل على محتويات التابل أو الكولكشن. لكن إذا إنك عارف حالك راح تعرف الكولكشن وراح تحتاج تعدلها بعدين، عرفها على إنها list. فالضابط هون إيش؟ إنك أنت بدك تعدل عليها ولا لا. إذا بدك تعدل عليها عرفها list، بدكش تعدل عليها وبدك تحميها عرفها على إنها tuple. برضو tuple allows duplicate، ممكن تكرر ال elements داخل tuple. الست برضو عبارة عن collection برضو لكنها unordered. خلينا نوضح مرة ثانية، الست برضو ممكن تعرف set، وهون راح نستخدم curly brackets my set يساوي، وهون راح نعرف أو راح نستخدم بدل الأقواس العادية curly brackets زي ما انتم شايفين هون. أول إشي بالsets ممنوع التكرار، يعني هون 2.3 وهون 2.3. لو طبعنا الست هون print my set راح نلاحظ شغلتين. الشغلة الأولى، ولاحظوا هون، خليني بس أعمل clear هون، اللهم صل على محمد my set. هون ممنوع نحط list as a member of a set. طيب فهون عندنا زي ما انتم شايفين عرفنا set وطبعناها على الشاشة. ملاحظتين، الملاحظة الأولى
كان في تكرار هون 2.3 2.3، هون عملهم واحدة لهم قيمة واحدة 2.3، تمام. فالتكرار ممنوع، الواحد واحد موجود. الاشي الغريب انه الترو المنبر ترو راح، ف خلينا فيبدو انه البوليان values، وراح نعمل عليها سيرش ان شاء الله او ريسيرش، انه الممبرز في الست ممكن تكون نيوميريك، الممبرز اوف الست ممكن تكون نيوميريك فاليو او سترينج، نيوميريك فاليو او سترينج. اما انك تحط داخل الست كولكشن هذا ممنوع. طيب على كل حال، فالملاحظة الأولى التكرار مش مسموح فيه زي ما تشايفين هون. الملاحظة الثانية الأوردر أو الترتيب اللي دخلنا فيه هاي العناصر تغير هون. خلينا نعرف ست ثانية my set، وخليها تكون كلها numeric values لأنه هذا هو العادة اللي بصير. عادة العناصر بتكون homogeneous. وهون سالب 4 سالب 4، وخلينا نطبع my set 2. ولاحظوا هون مرة ثانية التكرار ممنوع. الشغلة الثانية طبعا هون في ثلاث عناصر مكررة، تمام. الأوردر الترتيب للعناصر هون غير الترتيب الأصلي اللي دخلناه فيه. فنرجع للسلايدات، فالست عبارة عن unordered، بمعنى انه الترتيب اللي دخلت فيه العناصر لا يحافظ عليه، ممكن يتغير. unindexed بمعنى انه ما بتقدرش تعمل اشي زي هيك، يعني print my set 2 of 1، هذا الكلام ممنوع، هذا الكلام ممنوع، تمام. ما بصير تستدعي عناصر من داخل الست، من داخل الست بالطريقة هاي باستخدام الاندكس. ببساطة ليش؟ لأنه أصلا ترتيب العناصر داخل الست أنت ما بتعملش عليه كنترول، بتقدرش تسيطر عليه. طيب بجوز تسأل، طب أنا كيف بدي أقرأ عناصر الست وأطبعها؟ ببساطة ممكن تعمل print my set، وإذا حاب تعمل iteration تعمل loop على عناصر الست، وهذا راح نجيه بعدين. for x in my set 2 on print x، ممكن تعمل إشي زي هيك، ما في مشكلة. فممكن توصل للعناصر من خلال ال for each loop هاي. طيب فهي unordered and unindexed، يعني not callable، ممكن مش ممكن تعمل إشي زي هيك مثلا my set 2 of 3. no duplicates، تكرار العناصر داخل الليست أو الست عفوا ممنوع، وحتى لو كررت الدوبليكيشن راح يروح. بالنسبة للدكشنري، بالنسبة للدكشنري ممكن تعرف الدكشنري نستخدم برضو فيه اللي هو الكيرلي براكتس زي هيك، لكن من ميزته انه بيكون مكون مش من عناصر عادية، بيكون مكون من key value pairs. key value pairs يعني بتكون عندنا key وإلها value، بعدين another key
وفاليو. Year of birth مثلا مثل هيك. فهو العناصر داخل الدكشنري بتكون عبارة عن key value pairs، key value pairs أزواج كل key إلها value. طبعا الكيز بتكون unique، تكون unique يعني name age yob. مش ممكن يكون عندنا element مثلا ثاني name أحمد مثلا. تكرار الكيز داخل الدكشنري ممنوع، تكرار الكيز داخل الدكشنري ممنوع. طب كيف ممكن نوصل للعناصر داخل الدكشنري؟ برضو رح نجيها. ممكن تعمل اشي زي هيك print my deck of وبتعطيه الكي، فبيطبع لك الفاليو المرتبطة بهذا الكي. فهون راح يطبع لك سليمان اللي هي ماي اسم الدكشنري قوس، وبالنص او as argument بتبعت له ايش اللي هو اسم الكي. فهون او ببساطة ممكن تطبع الدكشنري كامل زي ما انتم شايفين هون. طيب فالدكشنري عبارة عن كولكشن برضو ان اوردرد، ترتيب مش انت مسيطر عليه، تشينجبل ممكن تعدل على الكونتنت للدكشنري. فممكن تعمل اشي زي هيك ماي ديك اوف نيم يساوي أحمد. فممكن تعمل تعدل على الفاليوز. اندكس طبعا من خلال الكيز، يعني هون ماي ديك اوف ايش ما بتعطي قيم انتجرز زي التابلز والليستس 0 1 2 0 بيست اندكسينج، لا بتعطي اسم الدكشنري عفوا اسم الكي. برضه نو دوبليكيشن للكيز، نو دوبليكيشن للكيز. طبعا انت عندك بروجكت بدك تعمل برنامج معين، شو تختار lists tuples sets ولا dictionaries حسب طبيعة البرنامج، حسب طبيعة البرنامج. واختيارك السيء أو الجيد بتحدد بناء عليه الإفشنسي، سرعة برنامجك والسكيورتي. تمام. فرح نشوف مثلا إنه أعتقد إنه التابلز الإتريشن على التابلز أسرع من الليستس، الإتريشن على التابلز أسرع بكثير من الليست، يعني الفور إيتش لوب على الليست بطيئة مقارنة بالفور إيتش لوب على التابل. هاي من ناحية الإفشنسي. من ناحية السكيورتي التابلز is more secure، التابلز are more secure لأنه أنت بتعرف التابل وما بتغيرش خلال البرنامج، فهاي ممكن تحتاجها for security reasons. طيب مرة ثانية نكرر اللي شرحناه so far. بنحكي بنعرف الليست باستخدام السكوير براكتس، الليست ممكن نطبعها كاملة زي هيك print وتبعث لها الليست as argument. ممكن نضيف عليها فهي changeable، ممكن تعمل append أو insert زي المثال اللي شرحناه، فممكن تعدل عليها. برضو ممكن توصل للعناصر من خلال الindex print this list of one، فراح يطبع لك العنصر الثاني. برضو ممكن
تعمل نيجاتيف اندكسينج، وهاي راجعوا فيها لما شرحنا السترينجز، شرحنا النيجاتيف اندكسينج. كل اللي بينطبق على النيجاتيف اندكسينج والرينج من الانديسيز اللي شرحناه ايام السترينجز بينطبق هون، فما راح نكرر مرة ثانية. مثلا هون بالليست ممكن اذا بدك تطبع مثلا تعرف ليست جديدة، new list بتساوي my list of 0 ل 3. فهاي شو معناها؟ فهاي شو معناها؟ راح يجيب العناصر اللي هو بالبوزيشن رقم 0 و1 و2، ها، ويدخلها في ليست جديدة. فلو طبعنا النيو ليست برنت نيو ليست، فراح تطبع لنا اللي هي الري او الليست الجديدة زي ما انتم شايفين هون. طيب، فكل اللي بينطبق على اللي شرحناه ايام السترينج لما شرحنا الاندكسينج والنيجاتيف اندكسينج بينطبق هون، مفيش داعي نشرحه من جديد. برضو الرينج اوف اندكسينج اندسيز، مثلا هون راح يرجع العناصر اللي بالبوزيشن رقم 2 و3 و4 5، لا، لانه نهاية الرينج بيكون اكسكلودد زي ما شرحنا قبل هيك. هون مثلا راح يعطينا العناصر اللي بالبوزيشن ماينس 4 ماينس 3 ماينس 2، فراح يعطينا 3 عناصر اللي هم الماينس، هاي الماينس 1 المانجو، الميلون ماينس 2، الكيوي ماينس 3، والأورنج ماينس 4. فهاي راح تطبع لنا ايش؟ أورنج كيوي وميلون زي ما انتم شايفين. لاحظوا انه الماينس 1 نهاية الرينج is excluded. فهون في المثال هذا اذا بدي اجيب العناصر من العنصر الثاني حتى نهاية الليست، فممكن اعمل اشي زي هيك، من 2 : 2، فراح يجيب لي العناصر من البوزيشن 2 حتى نهاية الليست، من البوزيشن 2 حتى نهاية الليست. تمام. طيب، ممكن نعدل على العناصر حكينا داخل الليست، اسم الليست، البوزيشن للعنصر، والقيمة الجديدة لهذا العنصر. المرة الجاية إن شاء الله راح نكمل على موضوع الليست، لأنه موضوعها شوي طويل. إن شاء الله نشوفكم المرة الجاية.